للمزيد من التفاصيل والإيضاحات حول هذه الفاتورة ينضم معنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث. دكتور عبد الله صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا في اليوم. شكرا كرام، الله يحييك دكتور. أول شيء نبغى يعني التعريف حول ماهية الفاتورة الإلكترونية، أيضا الفرق بينها وبين الفاتورة التقليدية. طبعا كما أشرت أنه يبدأ اليوم تطبيق هذا البرنامج، وبكافة الجهود المبذولة من قبل هيئة الزكاة والدخل والجمارك، وهذه الخطوة إيجابية نحو يعني الحد من التستر. طبعا مفهوم الفاتورة الإلكترونية هو برنامج مرتبط مع الجهات الحكومية ومستلف هيئة الزكاة مع الشركات والمتاجر حتى تخرج يعني فاتورة إلكترونية دون الورقة التقليدية أو المتبعة، وهذا هدفه هو القضاء على التستر وحماية المستهلك. نعم. وننسى موضوع فاتورة مفقودة أو ضاعت أو نسيت، ما عاد الآن لها لزوم إطلاقا تلك الفاتورة التقليدية أو التي تقدم من قبل المتاجر والمحلات يعني المشاريع التي تصدر دائما فاتورة تقليدية. وبذلك البرنامج سوف نقضي بإذن الله على الاقتصاد الخفي الذي ينهك الاقتصاد السعودي ويعني يحد من عملية التستر، بالإضافة إلى حماية المستهلك من التوثيق ما اشتراه من تلك المتاجر، ويبعد موضوع القش والأسعار التي تتضارب بارتفاع من 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 من, من مكان لآخر، وبالتالي تكون لك شفافية ومراقبة من قبل الجهات الحكومية. يعني تحديدا حول المشكلة يمكن اللي تواجه أهم مشاكل الاقتصاد الخفي التستر، ولأنها تخلق أيضا عدة جرائم. الحديث أنه كيف ستسهم، وأنت تتحدث أنها ستحارب التستر، كيف ستسهم لو تحدثنا بشكلها التقني في مكافحة ومحاربة التستر؟ يعني أول شيء رفع وإضافة التكاليف بشكل مضبوط. نعم. بالإضافة إلى عدم التعامل بشكل نقدي، وإنما هناك برامج وأجهزة إلكترونية تحاول أن تستقبل المشتريات والمبيعات من خلال الأجهزة الإلكترونية دون طلب المتجر من المشتري نقود. وبالتالي نحاول بأكثر من جهود بعدم الدفع بشكل نقدي، وبالتالي تلك المحلات لا يمكنها أن تستفيد من المبالغ النقدية، لأنه عليها المجهر والمراقبة والمتابعة، بحيث الموظف الذي يعمل أو الشركة التي تعمل بالشكل النقدي لا يمكن أن يستفيد بشكل الاقتصاد الخفي أو التستر ويحول تلك المبالغ إلى بلدها. وبالتالي هناك يدفع عبر شبكة إلكترونية البطاقات الائتمانية أو البطاقات مدى وغيرها من الأجهزة التي تحد من عملية عدم الدفع النقدي. إضافة على أنه هناك منصة مرتبطة بهيئة الزكاة والدخل كما أشرت تقضي على القش ومكونات الضعيفة من خلال هذه تلك الفاتورة، وبالتالي يضمن المستهلك أنه قد اشترى بضاعة واستفاد من تلك البضاعة بشكل مضبوط ومنتظم، وكافة الشروط التي تنبغي أن تكون في تلك الفاتورة الإلكترونية حتى لا تجعل هناك بضاعة يمكن استردادها بشكل نقدي يستفيد منها صاحب المتجر أو الموظف لدى هذا المتجر، ويكون لك استمرار في الاقتصاد الخفي أو التستر، وهذا لا ترغب الجهات الحكومية أن تستمر بهذه الخطوة. إذن هذه الفاتورة الإلكترونية نظام يخضع للضريبة المضافة، والمحلات التي تخضع للنظام لأن هناك محلات لا يمكن بحكم الضريبة المضافة أن تخضع لتلك المتاجر الصغيرة، وهذا لا ينطبق على تلك الشروط، ولكن البرنامج يعني يخضع لما هو مقبول ومعتمد وداخل ضمن شروط نظام الضريبة والقيمة المضافة. شكرا جزيلا لك المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث.